مصطفى محمد طبعا كلنا عارفين امكانياته وكلنا عارفين قدراته المهاريه والهجوميه وكلنا عارفين ان هو مهاجم مصري الاول حاليا. ان شاء الله باذن الله يكسر الدنيا وهيبقى نجم جلاطة سراي، ودي هتبقى ما هي الا محطه لاكبر الانديه في اوروبا ان شاء الله. مصطفى احنا كلنا بنتنبا له بمستقبل باهر، مهاجم متكامل، مهاجم مصري الاول متكامل ما شاء الله نوعا ما. طبعا هينجح، ده لعيب كبير قوي وفايده للمنتخب مصر وفايده لمصر وهيبقى فايده لمصر ويمكن يبقى عندنا محمد صلاح الثاني ان شاء الله. هو راجل لعيب يعني كويس، وان شاء الله ربنا يكرمه كده يكون في تفوق دائم باذن الله ونشوفه حاجه زي محمد صلاح باذن الله. بالنسبه للاحتراف لمصطفى محمد هو مفيد ليه ومضر للزمالك، بس هو برضه كشاب ليه طموح وليه اللي هو بيحقق اللي هو يحترف وكل حاجه، بس احنا طلوع مصطفى محمد احنا الزمالك هيستفاد اكتر من عدم مصطفى محمد. مصطفى محمد لو قعد لا هيدي كوره ولا هيفيد نادي الزمالك، بل بالعكس نقدر يعني من طريق الاحتراف محمد مصطفى محمد نقدر نجيب القيمه الماليه بتاعته او اقل نص القيمه الماليه بتاعته اي لاعب يكون جعان كوره، عشان هو ابن نادينا وياما فرحنا وياما جاب لنا بطولات برضه وياما سجل اهداف ونفضل نفتكرها له طول الحياه. بندعمه ودايما في ظهره وان شاء الله ربنا يوفقه ويكون زي صلاح والنني وتريزيجيه، اتمنى له التوفيق دايما يا رب. انا كنت اتمنى انه طبعا بالك يروح الدوري الفرنسي افضل، بس طبعا كل الدعم لمصطفى محمد في الدوري التركي وان شاء الله بالك خطوه مميزه ان شاء الله. اصبر سنه واحده وهيجيلك، اما تدي الزمالك والاهلي هم اللي بيطلعوا لعيبه بره. لو اديت الزمالك السنه دي كمان هتبقى هنا خدت شعبيه وبره عملت حاجه حلوه قوي. هو كده ما قدمش حاجه يعني، اعترفه في تركيا ما قدمش حاجه، لو احترف في اي دوله اوروبيه كان هيبقى ماشي. من رايي الشخصي ان مصطفى محمد قرر دلوقتي في الوقت اللي الزمالك بيمر فيه ان ما فيش بديل له في مصر عامه، وان احنا كنا في حاجه لمصطفى محمد بامانه يعني، فالقرار اللي هو خده ده طبعا ما يرضيش حد من جمهور نادي الزمالك خالص، ودايما جمهور الزمالك هو اللي بيرفع اللاعب وبينزله، وحاليا مكانة مصطفى محمد عند جمهور الزمالك كلها نزلت دلوقتي.